طيب السلام عليكم يا جماعة، كيف الحال؟ تمام؟ زي ما اتفقنا المحاضرة الماضية انه بدنا بشكل سريع نشوف كيف ممكن اعمل RESTful API باستخدام البايثون. بدي استخدم فريمورك الجيسون وبطريقة سيمبل جدا انه انا ممكن اعمل RESTful API. ف هنا بدي اعمل ملف جديد اسمه api.py api 1. نعم، طبعا هنا بدي اعمل import للفلاسك، او بشكل احرى انه بدي اعمل from flask import flask small كباكج import فلاسك. طبعا الفلاسك انا في عندي كبوب فريم وركس في البايثون، في عندي الفلاسك والجانجو. قديش انه هدول الاثنين هم البوبيولار، قديش انه مقدار البوبيولاريتي تبعتهم هم الاثنين 50-50 تقريبا. تمام، الفلسفه تبع تصميم الفلاسك انه بركز زي فلسفه تصميم اليونكس، انه بعمل everything is very simple وبيسوي الجوب تبعته فيري ويل، بس لما اشبكه مع شغلات تانية بسوي شغلات اعقد. والفلاسك نفس الشيء. نعم، الثيم دارك، انا والله بفضل اللايت. طيب احنا في عنا طريقتين للتعامل مع ال REST full API in Flask. الطريقة الأولى إني أستخدم الفلاسك JSONify الطريقة الثانية اني استخدم للباكج اللي اسمها فلاسك RESTful اعتقد. نشوف الان. طيب يبقى هذه الطريقة الاولى. تمام، بعمل import من الفلاسك لفلاسك. هذا عبارة عن كلاس وهذا اسم باكج، دائما اسماء الكلاسز بتكون كابيتال. وهذه جي سوني فاي اي بجيب لي اياها في السجستشنز. تمام، وبعديها انه بروح بعرف اوبجكت من الفلاسك اب تساوي فلاسك. طبعا هنا بعطي له النيم عشان ياخذ ريسورس تبع هذا الملف، فبدي له نعم هذه انه انا عرفت اوبجكت. وبعديها نعم عشان ننزله محتاج ريسورس بحددها من اسم الملف ريسورس معينه. لو عرفت كلاس هنا شغله معينه زي هيك، هذا ممكن انه تسيبه فاضي. تمام، وممكن انه اقول ماي كول اب بالضبط، بس البيست براكتس انه انت تعطي له اسم الملف. اسم الملف انا عندي بلت ان فاريبل او بري ديفايند فاريبل اللي هو النيم.
تمام. بعديها الخطوة الثانية أنا بعرف صفحة app.root. الصفحة هذه اللي هي مثلا على سبيل المثال هوم، أو إنه الإندكس، صفحة الإندكس، ولازم أعرف دالة لهذه الصفحة. طب هذه الميثود الخطوة، خلينا نكتب خطوات. ستيب واحد import، ستيب اثنين define object from flask class، الخطوة الثالثة define بيج، طبعا ويب، طبعا في الفلاسك كل ويب بيج بدها تكون مرتبطة بميثود، تمام. فعشان هيك انا في الخطوة هذه ستيب 4 define function for this page. بما انه هذه الصفحة الرئيسية بدها تكون الصفحة او اسمها اسم الدالة، انا حر في اختيار التسمية تبعتها هوم، وعادة انه الصفحة هاي بترجع return string hello from flask. خلصنا. لسه خطوة رقم 5 run the app in main. في المين زي ما احنا عملناها سابقا انه بعرف اذا كانت النيم هي بتساوي المين، فبعمل كنترول جي وهي موجودة هنا في البري ديفايند، بعمل app.run. طبعا هنا بياخد الديفولت، ممكن احدد الليسننج اي بي ادرس، ممكن احدد البورت، ممكن احدد اذا انا بدي اعمل ديباج او لا، كله باراميتر بيتم تمريرها هنا، تمام. فهو هيو بياخد الهوست والبورت والديباج واللوكل، كله شغلات كتيرة باراميترز ما بتعنيني حاليا، او انه مش 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 حكايه انه ما بتعنيني، انه بدي اخليها كلها ديفولت. الديفولت بورت 5000، ايش كنت بدك تسال؟ 5000، والاي بي ادريس 127.0.0.1. هيك صار في عندي صفحه بشغلها، ايوه هالو فروم فلاسك. بعد هيك بصير انه انا عندي في الفلاسك ايش بدي اسوي، انه بدي اعمل صفحه HTML template، وبعمل render للديتا تبعتي في صفحة ال HTML template. الفلاسك هو عبارة عن web framework في البايثون، زي اللارافيل في البي اتش بي. والهدف من هاي الشغلة انه احنا بدنا نعمل REST API، عشان انت الموديل تبعك في النهاية بدك تعمل له deploy، واحدة من الطرق انه انت تعمل له deploy على end server. فبالتالي انه انت بتصير تبعت له الاوبجكت تبعك، فبروح بيرجع لك الكلاسيفيكيشن زي هيك، تمام. ف بعبر مثلا في الايرس بجيب له بالضبط بالضبط هذا اللي احنا حنسوي. احنا لسه ما عملناش ريست، احنا بس عرفنا صفحه فلاسك بترجع مش HTML، بترجع بس سترينج. هي نعم بي شارب. هو في حد ذاته عبارة عن سيرفر. شو هو؟ ثواني بس عاد. ماشي، بس بدك يكون انه انت متأكد من الفيرجن اللي انت بدك اياها، يعني في الغالب ممكن تكون بايثون 2.7، فبدك تتأكد انه هي 3.6 او 3.7. فهاي الصفحة يعني هنا انه hello from flask زي هيك، هذه عبارة عن string، بس هنا لو شفت السورس تبعها انه هو بعمل لي اياها كصفحة HTML زي هيك. هاي انت عندك هنا ال HTML الهيد والبادي انه حط فيه مباشرة زي هيك. فبالتالي مجرد انه انت تحط لي HTML tag هنا على سبيل المثال H1، وهنا اسكر التاج، فبالتالي انه
البراوزر بيعمل له انتربريتيشن بفسره. وهنا انا بدي ارجع اعمل ريران وهنا ريفرش فصار H1. جوبيتر عشان انا بدي اشغله من خلال الويب، انه انا بدي انه هنا اشغله. اقصدك على الجيت هاب مش على الجوبيتر، موجوده على الجيت هاب، هو من ضمن البروجكت تبع تبع الهاي. تمام. طيب حقيت بدي اعرف صفحه ثانيه هنا ديف، او انه بنعرف صفحه ثانيه app.root، وهنا بدي احط السيرفيس تبعتي اللي هي classify fruit. لا لا لوجين، احنا احنا ماشين ليرنينج. classify fruit بس هنا clf او ممكن تكون انه naming convention زي هيك انه fruit root او route، اثنين بظبطوا من الحال يعني انه صحيح. حطيته fruit detect. تمام. وهنا بدنا نعرف def classify fruit، وهنا فالكلاسيفاي فروت ايش بدي اسوي؟ بدي ارجع الفروت هذه على شكل جيسون. فبدي اعمل على سبيل المثال انه ليبلز بتساوي، يفترض هذه الليبلز الماشين ليرنينج ترجع لي اياها، بس انا حاطها هنا انه هذا عباره عن دمي كلاسيفاير، يعني كلاسيفاير اي كلام. تمام. انه انا عندي ابل، بانانا، شو كمان اورانج. فهنا بدنا نعمل انه ماي ليبل بده يكون واحده منها، اعتقد انه بدي اختار واحده بشكل عشوائي. واحده بشكل عشوائي بدي اعمل هنا امبورت ل random، وهنا بعمل random.sample، وهنا بعطي له الـ population الـ labels، وبدي له انه بدي واحدة. طبعا هنا لو عملت print للـ my label، عشان هنا حتطلع لي الـ my label في الكونسول تحت مش في الـ في البراوزر، بس هاي مش هشوف الناتج تبعها الا اذا استدعيت هاي الصفحه. فبدي اعمل هنا ريران للسيرفر، وهنا احط انه استدعي الصفحه هذه. هنا يفترض انه اعمل ريتيرن لاي حاجه ماي ليبل، خليها كسترينج. المشكلة في الراندوم دوت سامبل اللي هي بحكي لي هنا انه list object is not callable. اوكي، بيرجع لي اياها ك اوكي.
اوف الزيرو انه هي ليست مكونه من عنصر واحد. طبعا هاي النتيجة برجع لي اياها كليست مكونة من عنصر واحد. الان هاي رجع لي بنانا، بس هذا كتكست اشياء مال بدي اياه جيسون، فشو بروح بسوي؟ خلاص انا اتأكدت انه شايفين ايش الناتج. لا عارفين ليش انا عملت هنا اوف الزيرو، لانه هاي انا عملت هنا طبعت في سطر 30 والناتج انا عندي هنا عبارة عن ليست بالضبط، لانه انا طلبت انه اعمل لي سامبل من ليست، فالنتيجه ليست تمام. فبدي اخذ هنا العنصر اوف الزيرو انه انا بالضبط. طيب بدنا نرجع جيسون، فبالتالي انه هنا ريسبونس او ريزلت بدها تساوي عباره عن ديكشنري، بحكي انه الليبل ككي والفاليو هي عبارة عن الماي ليبل اللي أنا جبته اوف الزيرو، وهنا برجعه كجيسون بحكي جيسونيفاي للريزلت. هيك صارت ريستفول اي بي اي ببساطة. هذا الريزلت اسم من عنده ولا ريزيرف؟ هادي فاريبل بالضبط، هادي يعني بمعنى انه ممكن انا اسوي لك هذا الكلام زي هيك. يبقى هنا انت بترجع له جيسونيفاي عشان تخليها ريستفول ريسبونس، انه تخليه جيسون وبتعطي له ديكشنري بهذا الشكل. فبالتالي هاي ريستارت للسيرفر، ممكن اعطي له خيار هنا انه يكون ديباج بتساوي ترو، فبالتالي اوتوماتيك كل ما يتغير الكود بيعمل ريستارت لوحده للسيرفر، بس انا مش بصدد هاي الشغله. فالان صارت جيسون كمان مرة. ريفرش اورانج راندوم. كيف؟ هذه يفترض انه استخدمها في تطبيق موبايل، استخدمها في ويب سيرفر ثاني بي اتش بي بغض النظر. بالضبط، فبالتالي انا عندي السيرفر بستخدم ماشين ليرنينج، هذا استخدمت فيه الكلاسيفاير و اعطيته الباراميترز زي هيك. الايش؟ لا لا ابدا ابدا ابدا. كيف يعني؟ صحيح. يعني هنا وذر اي بي اي. في عندك open weather map، هذه عبارة عن سيرفيس تمام. ممكن انت تشوف شكل الطقس الكرنت weather، انه انت ممكن تشوفه زي هيك، انه انت تبحث على هاي الصفحة الرئيسية، هاي الصفحة هذه سلاش اي بي اي تمام. الصفحة الرئيسية شوف لي اياها، بتروح بطلب منك انه انت بدك تدور على الويذر في مدينة معينة، وندخل على سبيل المثال نابلس. سيرش عمل لك اياها ريندر اتش تي ام ال. بديش اياها اتش تي ام ال، بدي اخذها جيسون ديكشنري كي وفاليو عشان اعملها ريندر في تطبيق ثاني، سواء كان موبايل سواء كان ويب سواء كان بالضبط. فهيك انت بتروح هنا على الاي بي اي تمام. في الاي بي اي بدي لك شغلات كثيره، شغلات عديده، بقول لك الكرنت ويذر، اورلي فوركاست، فوركاست لغاية 16 يوم، شغلات كتيرة. فخلينا نشوف على سبيل المثال انه هاي، شوف الـ API documentation تبعها. شايف الكول تبعها زي كيف؟ API open weather map slash data اسم السيرفيس، 2.5 الفيرجن، weather علامة استفهام. اول ما تشوف علامة استفهام بتكون عبارة عن باراميتر. ايش هو الباراميتر؟ اي دي والفاليو. فانت بتطلب منه انه بدي الويذر لهاي المدينة. شايف ايش النتيجة هنا؟ هذا بتقدر تتعامل معاه في موبايل ابلكيشن،
بتقدر انه structured data structure بالضبط structured data. اما اذا انت يعني تتعامل معها HTML تقدرش تعمل يعني scrapping وبصير الاشي معقد. لكن هنا key value فانت هنا ايش المدينة هاي وينها لندن في اسم المدينة مكتوبة هنا وهذا الاي دي تبعها هذه خطوط الطور وخطوط العرض وهنا الويذر تمام هاي التمبريتشر تمبريتشر طبيعة الحال فهرنهايت كونتري اي يو استراليا والمدينة نيم هاي المدينة وطبعا هنا معطيني معلومات على وقت الشروق ووقت الغروب زي تطبيق الطقس العادي اللي انت بتستخدمه. هاي مدينة في أستراليا معقول؟ زي ما كان بعمل الاي وكمل عليه. هي مدينة في أستراليا مدام تورز وتيكتس و... نعم كوينلاند في أستراليا. فكيف الجيس كيف الهاي إنه يعني أوكي إذا أنت بدك تأخذ باراميتر فأنا بدي أخذ الفيتشرز تبعتي. عادة الماشين ليرنينج الجوريثم إيش الانبوت تبعه فيتشرز بيانات والأوتبوت بريدكشن. فبالتالي هذه الفيتشرز بدي أخذها ببراميترز فبدي أزيد الامبورت هنا امبورت لريك ويست. فهنا بدي أخذ البراميتر من خلال الـ URL request.args request. request مش هن من الفلاسك انا بعمل import من الفلاسك فهي request.args معقول .get اسم البراميتر كيف؟ خليني أتأكد منها. أعتقد لازم أستخدم الميثود get أو post. هي request.args .get بس هي مش جايبها في suggestion مش عارف يعني. بالمناسبة انت لازم تنزل الفلاسك في البداية بيب انستول فلاسك يعني هذه الشغلة انه اوكي صحيح هذه community فهلقيت بدي اطبع الفيتشرز هدول هيو print features فالفيتشرز هدول كيف بدي امررهم هاي ريستارت للسيرفر وهنا نرجع للسيرفيس تبعتنا وبدي احط هنا علامة استفهام وامرر زي هناك فيتشرز بتساوي مثلا انه 1 2 3 string بياخده كسترينج بعمله بارس لليست اذا انا بدي وانه زي هيك فهي اخذ 1 2 4 تمام فبالتالي هنا زي كأنه أنا أخذت باراميتر واستخدمت الباراميترز هدول إنه هنا بده يكون في عندي def
تومي كلاسيفاير ايش بده ياخذ فيتشرز وبده يعمل ريتيرن لواحده من هدول. فبالتالي هنا بعمل اوبتمايز للكود وبعمل ريتيرن لهذا الكلام. فهنا بس مجرد انه دومي كلاسيفاير ايش بديله الفيتشرز هدول اللي انا اخذتهم، هو فعليا بيسويش فيهم ولا اشي تمام، وبياخذهم بيسويش فيهم ولا اشي هدول الفيتشرز، جاست انه بيعملهم برنت تمام، وبرجع لي هنا الليبل على شكل راندوم. فممكن انت تضبط الكود انت كماشين ليرنينج انه زي هيك بهذا الشكل. هاي ريستارت كل مره بستدعي بروح برجع لي انه ليبل راندوم لنفس الفيتشرز. شايفين كم مره استدعيت؟ كثير، كل مره بس بيطبع هدول الفيتشرز. الفيتشرز اللي انا مررتهم عباره عن ليست، يعني انه سترينج انه 1 2 4 ممكن اعملها بارس كليست او انه بارس بطريقه معينه. فبالتالي ممكن الموبايل ابلكيشن اللي انا بعمله بروح ببعث لي الصوره باخده كباراميتر بهاي الطريقه، بصنف الصوره وبروح برجع له الليبل بقول لي انه هاي تفاحه انه كتصنيف صور تمام. تمام يا جماعه، مش واضحه الامور، مش واضح الكونسبت ولا مش ظابط الكود؟ بفرق كثير، حتى الكونسبت مش واضح، هو يمكن مبكرا انه احنا نحكي في هذا الموضوع. طيب وانا حكيت الكود مش واضح، الكونسبت واحد واضح بس الكود مش واضح. حكيت ليش دمي كلاسيفاير، يعني كلاسيفاير لعبه، يعني هو فعليا مش كلاسيفاير لسه، احنا بدنا ندربه ونعمل له شغلات، يعني احنا بدنا نبنيه. بس انه الفكره هنا انه القصه في الموضوع كله انه احنا بعد ما نخلص اكيد رح نبني ماشين ليرنينج موديل. كيف بدك تستخدمه؟ بتحطه على سيرفيس. الماشين ليرنينج الجوريثم ايش الانبوت تبعه؟ بيانات، والاوتبوت بريدكشن تمام. فكيف ممكن انه احنا نسوي هاي الشغله ونخليه ونقدمها كخدمه بعد ما انت تخلص، انه انت بدك تسوي الشغله هذه كبزنس؟ فممكن انت تعمل ماشين ليرنينج الجوريثم بتعطيه صورتك بورجي لك صورتك بعد 50 سنة. فهي الانبوت عبارة عن الصورة الأصلية والاوتبوت عبارة عن الصورة بعد 50 سنة، أو تدي له انبوت الصورة وتقول له إنه الصورة هذه عبارة عن تفاحة أو برتقالة أو إيش، إنه إيش هي نوع الفروت هذه. فبالتالي ماشين ليرنينج في انبوت وأوتبوت، انبوت فيتشرز والأوتبوت. فالقصة في الموضوع انه احنا بدنا نسوي هاي الشغلة كريستفول اي بي اي. ليش ريستفول؟ اكيد انت بطبيعة الحال انه بتعرف انه الاي بي اي او الريستفول اي بي اي ممكن تستخدمها انت في اي تطبيق، سواء كان هذا تطبيق ويب، يعني انا هيني عامل فلاسك ابليكيشن بالبايثون، ممكن انت تستخدم اللارافيل بي اتش بي وتستخدم الاي بي اي الجيسون هاي، تدي له بتمرر له بتبعت له ريكويست وبتجيب له الريسبونس وبتعملها ريندر على الصفحه، او ممكن تستخدمها في موبايل ابلكيشن عشان سهوله الاستخدام. طبيعه الحال لانه بالضبط باي لغه برمجه جيسون ستراكشر، فهذه هي القصه في الموضوع تمام. طب كانت في الاستراكشر ده الاصلي بتاع
لو كان بدون انه ريستفول لا بده يكون انت عندك التطبيق نيتف، يعني بمعنى انه انت بنيتي الماشين ليرنينج موديل باستخدام البايثون والويب ابلكيشن لازم يكون بايثون. لكن هيك خلاص انه بغض النظر عن التطبيق، انا عملت ماشين ليرنينج موديل عشان كل الناس تستخدمه، اللي عندهم موبايل واللي عندهم ويب. فالان ككونسبت بناء تطبيق فلاسك واضحه. طيب جزئيه اضافه الجيسون ايش بنسوي؟ انا عرفت هاي الصفحه الرئيسيه، ممكن انه انا في التطبيق تبعي يكون في عندي عده صفحات، في كل صفحه بده يكون في داله، يعني هاي صفحه الهوم، صفحه السلاش هذه اللي هي صفحه البدايه، هاي الداله هوم، وهاي الصفحه، وهي عرفت داله لها، انا بحدد الاسم. الفرق الوحيد انه هنا بعمل ريتيرن لسترينج، وهنا بعمل ريتيرن جيسونيفاي وبمرر له ديكشنري. هاجيت الديكشنري هذا ايش سويت فيه؟ كي وفاليو. ايش الكي؟ ليبل، والفاليو اللي هو البريدكشن، الفيك بريدكشن ان صح التعبير، اللي لانه احنا حددناه بشكل راندوم. هاجيت احنا يفترض بعد ما نخلص الكورس هذا نعرف كيف نبني ماشين ليرنينج الجوريثم، فبالتالي هذا الكود بدك تستبدله بالموديل تبعك. بأمل انه الفكره وضحت. نعم. مالها؟ هذه بتجيب لي باراميتر من خلال اليو ار ال. اليو ار ال عاده البارامترز بتكون علامه استفهام اسم البارامتر، اند باراميتر ثاني يساوي، يعني اسم البارامتر بيساوي. واكيد هاي الشغلات مرت عليك كثير انت بتستخدم ويب، ومرت عليك كثير انه انت بتشوف بعد اليو ار ال علامه استفهام، اي دي بتساوي كذا، لانجويج بتساوي لانج بتساوي كذا، علامه الاند. فبالتالي انا عندي عده باراميترز. اذا حدا عنده شيء مش واضح لا يتردد بالسؤال. كل الامور تمام؟ كل الامور تمام؟ هناك في الخلف مش تمام صح؟ تمام؟ الفيتشرز من خلال اليو ار ال، شايف هذا انا كيف مررته قبل، خليني احط لك اياه في النوت باد يكون اكبر. بنفع بس الانبوت انت بتربطني في فورم اتش تي ام ال، بقدرش اعمل اتش تي بي ريكويست. انا بدي اتش تي بي ريكويست. انبوت معناها انبوت، قصدك انه انبوت هاي انبوت هناك بدل الريكوست. ماشي، اللي انا بقصد انه الانبوت هاي تحديدا سي ال اي كوماند لاين انترفيس، هاي فقط. هذه بتاخذ انبوت فقط من الكيبورد من خلال السي ال اي. ساعتها انت في الاندرويد في الواجهات، مش انت عندك واجهه، تاخذ السترينج فاليو وبتروح بتمررها هنا. في طريقه بالضبط بالضبط، يعني انت عندك في الاندرويد انه انت مثلا string city بتساوي مثلا انه بعرفش ايش هو الكود اللي انت بتعمل فيه get من اليو اي في البايثون في الجافا، تمام، انه انا في عندي هنا some code to get انه الانبوت from
from هذه شو بسموها في اليو اي اللي هي text field. خلص صارت عندك في السيتي، هاي السيتي بتروح بتقول انه تودي يعني بس. نعم بيب انستول فلاسك. لا الطريقه الاولى بتستخدم بيب انستول فلاسك بس، هاي بتكفي. الطريقه الاولى ايش بنستخدم؟ بنستخدم الجيرسونيفاي اللي موجوده في الفلاسك. فعليا انا ما احتاجتش باكج ثانيه، الفلاسك نفسها ايش عملت؟ امبورت للفلاسك كلاس جيرسونيفاي ميثود وريكويست كلاس بس. ففعليا انا مش محتاج اي شيء ثاني. والفلاسك ريستفول هذه اللي بحتاج اني اعملها بيب انستول، وانا راح اكتفي بهذا القدر، مش حاحكي عنها خلاص يعني، لانه خلاص انا بيهمني انه الفكره توضح. ممكن نرجع لهذا الموضوع ثاني في نهايه الكورس بعد ما فعلا انه احنا بنينا ماشين ليرنينج موديل ممكن نعمله ديبلوي على سيرفر بحيث انه احنا نستخدمه في البريدكشن. تمام، في اي سؤال كمان؟ اللي بيسال بنعطي له بونص. رن لهذا بس رايت كليك وما مرن. طيب اذا انتم حابين الكود هذا انه انتم تطبقوه يعني انه كريستفول انه ممكن اعملكم صفحة مبسطة. بس تتأكد انه انت يعني اوكي، ما دام انه احنا اخذناها فهنا بدي هذا بدي اعمل للابليكيشن هذا ستوب، وهنا بدي اعمل ابليكيشن مبسط API 2 على الريست بس انه انا بدي ابسطها اكثر من هيك. فهذا الكلام كله بدي اشيله لانه اوريدي انشرح، بس عشان الكود يكون فت عندي صفحه البدايه خليها الهلو فيش مشكله. وهذا دمي كلاسيفاير انا ما بدي اياه، وهنا classify fruit بدي اعمل ببساطة return jsonify انه البريدكشن انا عندي fixed label، هذا dictionary بطبيعة الحال، ودايما classification apple. هذه شغلة مبسطة، هي الكود انت عندك كامل هنا في صفحة واحدة، هذا اللي ممكن تجربه انه تشوف انه ضابط معك او لا. تمام، فبالتالي بتعمل import للفلاسك، بتعرف منه object، تعرف صفحة البداية، بنعرف صفحة تانية، بترجع geosignify لdictionary key وvalue بس. هيك انت عملت RESTful API. وعشان نتأكد انه شغالة هاي run، هنا بتعمل listen على هذا البورت، صفحة الهلو شغالة، وهنا صفحة detect fruit مش موجودة، fruit detect العكس بس. هاي الكود، حاول انه انت تشوف. طيب اوكي، ما دام انه الموضوع صار انه مستوعبينه، خلينا نجرب الطريقة الثانية. الطريقة الثانية بتستخدم الاوبجكت اورينتد. تمام، فهنا ضروري جدا اعمل ستوب للابلكيشن، لو خليته شغال وشغلت الابلكيشن الثاني بيصير فينا عندي كلهم بيستخدموا نفس البورت بسبب مشكلة، فما انساش دائما انه نعمل ستوب.
بروح بعمل اب 3 اب 3 موجود اي بي اي 3 طيب هنا from flask import flask وفي عندي from flask restful flask underscore restful تمام بعمل import لعدة شغلات ايش هم الشغلات هدول API وإيش كمان؟ resource وإيش كمان؟ على ما أعتقد هيك. طبعاً بعرف الأب تبعي object من الفلاسك بعطي له name. وهنا بعرف الصفحة الرئيسية تبعتي اب وكمان انه قبل ما اعرف الصفحة الرئيسية بروح بعرف API هنا small بتساوي API capital واضح الفرق بين الـ API هاي وهاي نعم بالضبط عشان انا استرجع الموضوع كذلك هذا بالضبط constructor بالضبط هذا انه هذا object من هذا الكلاس نعم عندي هنا في بديله الاب يعني انا عندي هنا انه هيني عرفت الابلكيشن وعرفت اي بي اي بديله الابلكيشن تبعي بعديها الخطوه اللي بعديها انه شو بسوي بروح بعرف كلاس بعمل اكستند من الريسورس فالكلاس تبعي كلاس ام ال كلاسيفاير بعمل اكستند من الريسورس طبعا هذا الكلاس في ميثود get و post الكلاس resource في ميثود get و post بروح بعملها override طبعا انا ايش بستخدم هنا get ولا post get بالضبط فهنا def get تاخذ سيلف بالاضافه ل نعم خلينا نعملها على الطقس زي هيك فبالتالي هذا بكون انه ابليكابل او انه اوكي او خلينا نعملها ماشين ليرنينج نكملها ماشين هنا بتاخذ features وهنا بروح بعمل return label apple تمام او هاي خليها بدون فيتشرز زي ما احنا عملنا هنا بس لا هذه انه بتطلب انه نعمل بيب انستول ريستفول فلاسك ريستفول في لها بيب ثانيه
وبدنا نروح نضيف هاي كAPI، فبالتالي انه بتصير api.addResource، وهنا ايش بدي اعديله؟ بدي له اسم الكلاس، الكلاس انا عندي هيو، وايش المسار تبعه؟ المسار تبعه كلاسيفاير. طبعا لو في باراميتر بروح بدي له اياها زي هيك، اللي هي الفيتشرز هذه اللي احنا كنا كاتبينها، بس خلاص احنا بدون فيتشرز، بدون باراميترز. اخر حاجه بروح بشغل هذا التطبيق تبعي بالمين، يبقى الكود ببساطه انه بالاضافه للفلاسك اللي انا بعمله امبورت، بدي اعمل امبورت من الفلاسك ريستفول لاي بي اي الاي كابيتال والريسورس الار كابيتال. دائما الكابيتالايزيشن هذه عباره عن اسماء كلاسز عندي في البايثون، سمول لتر هذه عباره عن اسم باكج. بعمل اوبجكت من الفلاسك واوبجكت من الاي بي اي، وبدي له الفلاسك اوبجكت اللي هو الاب، بعرف كلاس ايش في نوع الميثود هاي، get تاخد self. هاي الميثود جاية من وين؟ من resource، بعملها override وبطلب منه انه يرجع لي هذا الليبل بشكل دائم. بضيف هاي resource انا عندي على التطبيق، بقول له انه هاي الكلاس وهاي المسار تبعها عند الاستدعاء. كيف؟ شغله بدون ايش؟ لا بدون روت. فهنا الصفحة الرئيسية انا فيش عندي اشي، مش هيشتغل حاجة، هيقول لي انه page not found، بس هنا classifier. هذا الكود مرتب اكتر صح؟ object oriented. هذاك برضه بسيط، بس مجرد انه بنعمل جوسينيفاي، يعني هاي الطريقة الأولى وهي الطريقة الثانية. بالمناسبة الفلاسك زي ما ذكرت فلسفة التصميم تبعته كتير جميلة، لأنه هو بحكي لك انه في كتير من الباكيجز البسيطة ممكن تركبها على الفلاسك بتسوي شغلات كتير ممتازة. يعني على سبيل المثال اوتنتيكيشن، الفلاسك الاساسي فيش فيه اوتنتيكيشن، بدك تكتب فيه كود كتير، فممكن انه انت تعمل انستول لباكج للفلاسك اوتنتيكيشن اسمها فلاسك اوتنتيكيشن او فلاسك لوك ان، فبتصير من خلالها انه بقدر انه انا اعمل الفانكشناليتي تبعت اللوك ان في التطبيق تبعي. فبالتالي تركيب شغلات على بعض، شغلات سيمبل بيسوي لك شغله نعم. طيب هيك بنكون خلصنا، اذا بدكم تحبوا هاي الشغله انه انتم تطبقوها، وهيك احنا بنتوقف على في البايثون وبدنا نبدا بالماشين ليرنينج. فعشان هيك انا بدي اوقف الفيديو عشان احطه في فيديو منفصل ونبدا فيديو جديد للماشين ليرنينج. في اي سؤال على هذا الكلام؟